هو المعادلة إن شاء الله هنشوف بس الكلينيكال كيسز ونشوف ازاي بنعمل بناخد هيستوري وازاي هنعمل اكزامينشن وازاي نعمل ديسكريبشن للحالة وبعض الحالات هنقول التريتمنت بتاعتنا. عرفتكم نفسي الأول، أنا الدكتور عبير الكولي أستاذ في قسم الجلدية. بصي الحاجات دي وأنا قد إيه عندك؟ في الأول أنت عندك كام سنة؟ 55 سنة. بتشتغل إيه؟ بلا؟ ماشي. طيب في حد في البيت عنده حاجة زي كده؟ لا خالص، ولا في عيلتك خلانك عمامك مفيش أي حد خالص عنده حاجات زي دي. طيب أنت الحاجة دي بقالها تقريبا قد إيه عندك؟ 10 سنة أو 10 شهور. أول ما بدأت فين؟ حتى هنا الأول. طيب هي كل الأماكن فين دلوقتي؟ هنا بس. في ايديك بس، مفيش في جسمك حاجه خالص، مفيش في جسمك اي حاجه في رجلين. طيب ايه شكوتك فيها؟ يعني انت حاسس فيها بايه؟ ماشي، يعني احنا دلوقتي بنسال على السيمبتومز، هي نقدر نقول عليها اسيمبتوماتيك، يعني العين ما بتشتكيش منها بحاجه. طب امال انت جاي ليه؟ عشان تشوف هم الموضوع، عشان شكلها مضايق. ايوه، يبقى هي السيمبتومز عنده بس جاست اللي هما ديسفيجرنج ليجن، لكن مفيش فيها اي سيمبتومز، نو اتشنج نو بين نوثينج. تمام، احنا بقى نيجي نبص على الليجن، نيجي نعمل ديسكريبشن للليجن، هنقول ان هي عباره عن ماكيولز اند باتشز. هذا الماكيولز اللي هي اللي اسمه ليجن كده، في تركيز على ايوه، عندنا مركز. حضرتك لما تيجي تحبي تشطحي اشطحي على هنا، لكن ده ماسك الايد. هنا في الماكيولز موجوده اللي هي بتبقى ليجن للسان هاف سنتيمتر، وده الباتش. طبعا سواء الماكيول او الباتش بتبقى جاست تشينج اوف كلر، اللي هي انا اشوفها بعينيا لكن ما اقدرش احسها بايدي. بالنسبه للليجن بتاعت الفيتيليجو بتبقى ويل ديفاين ماكيولز اور باتش، بتبقى دي بيجمنتد وليست هايبو بيجمنتد، عشان افرقها من الحاجات اللي بتبقى فيها هايبو بيجمنتيشن. يبقى هنا بتبقى ويل ديفاين ماكيولز اند باتشز دي بيجمنتد، والسيرفس بتاعها بيبقى سموث سيرفس نو سكيلز، مفيش عليها اي سكيلز ولا عليها اي حاجه. ممكن انا الشعر اللي عليها ممكن يكون وايتش، لكن هنا الليجن هنا عندي البيشنت مفيش وايتش كلر ولا اي حاجه. الديستريبيوشن احيانا بتبقى سيمتريكال. الفيتيليجو له كذا حاجه، ممكن يكون فوكال يعني في مكان محدد، ممكن يكون اكرال اللي هو في البريفري، وهنا في الغالب الديستريبيوشن بتاع البيشن اكرال، لان هو بيقول ان هو في ايديه ورجليه. يعني لو بصينا برده عند اطراف الصوابع في برده اكرال فيتيليجو، يعني كلها حوالين ضوافره، وعند الدورز الاسبكت اوف ذا هاند كلها ماكيولز اند باتشز اوف فيتيليجو. يبقى البيشنت هنا عنده اكرال فيتيليجو. على الفيس مفيش، يبقى مفيش اكرال فيشن، هو بس اكرال. ممكن يكون عنده جنراليز فيتيليجو بس البيشنت ما عندوش في جسمه من جوه. ممكن يكون في يونيفرسال فيتيليجو، ده انواع الفيتيليجو. لكن البيشنت اللي عندنا هو كل اللي عنده اللي هو اكرال فيتيليجو. الاكرال طبعا من الحاجات اللي هي بتبقى ريزيستنت جدا للتريتمنت، ان انا بالذات الحاجات اللي هي حوالين الصوابع استجابتها للعلاج بتبقى مش حلوه خالص. لكن احنا طبعا بنحاول ندي تريتمنت اتليست للحاجات اللي هي موجوده في الاماكن الثانيه اللي هي مش حوالين الصوابع. بديله طبعا من تريتمنت زي توبيكال ستيرويد، توبيكال كالسيوم انهبيتور، ممكن ادي توبيكال كوبا. لو الليجن بدا يكستند شويه ممكن ادي سيستميك كوبا والاي سي تي اتش. يبقى ده بالنسبه اول حاله شفناها اللي هي بالنسبه لي حاله الفيتيليجو، وده كده خلصنا اللي هي بالنسبه لنا اول حاله. طبعا لو عملنا وودز لايت، وده ان شاء الله هنشوفه في فيديو تاني، المفروض ان احنا هنلاقي فيه الوايتنينج بتاعت الليجن بتزيد، يعني الاقي الليجن مش هيدي فلوريسنس لكن الاقي مور وايتنينج او مور ديبيجمنتيشن اوف ذا ليجن. تمام؟ ده اقصى كيس هنشوف كده. انت سنك كام سنه؟ 17 سنه. طيب انت بتشتغل ولا لسه طالب؟ طالب. طيب في حد في العيله عنده حد زي اللي عندك كده؟ لا بس في من قرابين، حد عنده زي في ايدك؟ طيب الوش ده بقى طالع لك بقى له قد ايه؟
ايوه بقاله قد ايه؟ حوالي سته ابتدائي. سته ابتدائي؟ تمام، لكن اللي في ايدك بقاله قد ايه؟ طلع حوالي اربع شهور. اربع شهور بس؟ اول ما بدا فين؟ بدات عوره في لقيتها بيضه في المعده. لقيتها بيضه في المعده. شفتها ولقيتها بيضه في المعده. فضلت بيضه بقى ما رجعش الطبيعي. بعد كده ظهر؟ بعد كده ظهر في ايديا وفي طيب الحاجات دي انت بتشتكي منها من ايه؟ يعني الابيض ده شكلك فيه ايه؟ مضايقك فيه ايه؟ مش مضايقك لونه بس شكله يعني شكله يعني بعرف افضل شيء كله ابيض. تمام، يبقى برضه ده انذر كيس اوف فيتيليجو. برضه لو لاحظتوا ان هو الكيس عباره برضه عن اقرى الفيتيليجو، هو معظم الاشياء موجود في الاقرى، موجوده في ايده موجوده في رجله. الليجن برضو السيمبتومز بتاعه نو سيمبتومز اكسبت ديسفيجرينج، هو البيشنت لا في اتشنج ولا في بين ولا في اي حاجه، انما جاست ان في ديسفيجرينج. خدوا بالكم من كلمه هو قالها، قال ان الاول كان في تعويره والتعويره دي قلبت ب ديبيجمنتيشن، يبقى معنى كده ان في بوزيتيف كوبلر فينومينا، يعني هو اتعور في مكان ومكان التعويره ظهر ليجن، يبقى ده بوزيتيف كوبلر فينومينا. احيانا الكورنر يظهر والعيان يكون لسه ما جالوش الديسيز، وده يكون بدايه الديسيز. برضو اما اجي اوصف الليجن اقول ان هي ويل ديفاين هنا بين الماكيول وبين الباتش، بس هي بدات تبقى باتش، في سمول ماكيول موجوده هنا لكن هي مينلي هنا ماكيول وهنا باتش، هنا ويل ديفاين الماكيول اند باتش دي بيجمنتد والسيرفيس بتاعها نو سكيلز اسمه سيرفيس نو سكيلز. طب ايه الديفرنشال دايجنوزز في الحالات دي؟ الديفرنشال دايجنوزز هنقول كل الحاجات بقى اللي فيها دي بيجمنتيشن والحالات اللي فيها هايبر بيجمنتيشن، يعني اللي فيها دي بيجمنتيشن زي الحالات الكونجنتال زي الالبينيزم او الحالات الاكوارد زي الكيميكال الكوستيك زي الفينول مثلا اللي هو بيعمل دي بيجمنتيشن، او الحالات بقى اللي فيها هايبر بيجمنتيشن زي الكريزيس برسيكولر، بس الديفريزيس بيرسي كولر بتبقى صحيح بتبقى برضه ويل ديفاين وبتبقى لكن بتبقى هايبو بيجمنتد وليس دي بيجمنتد، والسيرفيس بيبقى سكيلي وبتبقى مينلي موجوده على الترانك وبتبقى ماكيولز اند باتشز برضه. انذر ديفرنشال دايجنوزيس اللي هو الديفريزيس البا، الديفريزيس البا دي بتبقى موجوده مينلي في الاطفال اللي هم بيبقوا دايما اقل من 14 سنه، بتبقى اكثر موجوده على الفيس، بتبقى ال ديفايند وليس ويل ديفايند، بتبقى هايبر بيجمنتد وايضا بيبقى عليها سكيلز، بس بتبقى السكيلز بتاعتها كورس شويه عن السكيلز بتاعت البريس بيرسيكال. طيب نيجي بقى للديسيز الثاني اللي هو مش يعني مهتم بيه قوي، لانه عارف ان هو كومن ديسيز موجود في الايدج بتاعه اللي هو الاكني فالجانس. هو مش يعني الاكني فالجانس بالنسبه له ما هواش عامل له مشكلة، هو مشكلته في الفيتيليجو لانه خايف ان الفيتيليجو ده ينتشر ويبتدي يسحب على جسمه، انما الاكني بلجانس عارف ان ده كومن ان ذيس ايج. بالنسبة للاكني لو جينا نبص على الليجن هنلاقي فيه الحاجات اسمها فيها قصة هنلاقي فيه النقط السودا الصغيرة دي ده عبارة عن الكوميدونز اللي هو البلاك كوميدونز، هي النقط الصغيرة السودا، وهنلاقي في اماكن برضه فيها closed comedones. ونلاقي بقى الحاجات اللي هي عامه زي اللي فيها حاجات زي القص اللي هو البستيولز، هلاقي فيه بستيولز تمام؟ والاقي فيه بقى inflammatory papules. يبقى هو فيه ده يعتبر mild to moderate acne. في الكوميدونز، في الاوبن والبلاك كوميدونز، في بستيولز، في inflammatory papules. ده الديسكريبشن بتاع الليجن، هو بيبقى بوليمورفيك في اكتر من ليجن. طبعا البرايمري ليجن بتاع الاكني هو الكوميدونز، سواء اللي هو البلاك كوميدونز او الاوبن كوميدونز. البلاك كوميدونز لما الاوبستراكشن بيبقى سوبرفيشال في الضغط وتلاقيه مفتوح على السيرفيس، فبعد كده بيحصل بيجمنتيشن للكونتنت والاقيه لونه بقى بلاك. طبعا الليجن اللي هو موجود على الفيس ده بالنسبه للتريتمنت بتاعه هيبقى حاجه من الحاجات اللي هو المايلد، يعني مش هدي له مثلا مش هدي ازوتريتيلاين، مش هدي دابسون، يعني مش هدي الحاجات اللي هي اللي بستخدمها في الحاجات اللي جامده، حتى مش هدي كمان سيستميك
انتيبيوتيك، لكن كلها معظمها هتبقى كوليكال. مثلا اول حاجه اللي هو الكوليكال تراكوليتيك زي مثلا كوبيكال ممكن سلسلك، او الافضل اللي هو توبيكال ريتينوليك اسيد. ريتينوليك اسيد بيعمل شويه بيلنج بسيط وبيحسن السيبم ريجوليشن، يعني ممكن ادي توبيكال ريتينوليك اسيد، ممكن ادي توبيكال انتيبيوتيك، ممكن ادي توبيكال بنزويك بروكسايد. كل الحاجات التوبيكال دي في الحالات الاكني بالدرس اللي هي مايلد تو مودريت ممكن تكون افكتيف وبتجيب نتيجه كويسه. ده بالنسبه لتاني حاله احنا شفناها. دلوقتي هنشوف حاله كمان. البيشنت اللي جايه بتشتكي من ليجن في ضوافرها في صوابعها. انت عندك كام سنه يا حاجه؟ بتشتغلي ايه؟ ست بيت يعني. يعني انت طول النهار بقى في البيت ايدك في الميه وبتغسلي كتير وكده يعني. مش موظفه ولا حاجه. طيب في حد في العيله عنده حاجه زي كده؟ طب انت بتتعدي من اي امراض؟ عندك سكر؟ عندك اي حاجه؟ عظام بس. عظام لكن ما فيش حد ولا سكر ولا اي حاجه. ما بتاخديش علاج لحاجه، ما بتاخديش علاج كورتيزون، ما بتاخديش اي حاجه. علاج للعظم بس. طيب انت بقى ايه شكوتك من ايدك؟ يعني حاسه فيها بايه او ايه اللي خلاكي تيجي تكشفي؟ يعني ايه شكوتك في ايدك؟ يعني هي في وجع في ضوافرك وشكلهم برضه مضايق. الواد دلوقتي كده شكلهم مضايق ومطلعهم كده وبعدين قام طالع يعني سيمتومز دلوقتي هي السيجمنت، يعني مش يعني ما هياش الفيرست سيمتومز عندها ومش هي اللي مضايقاها. السيمتومز اللي هو في بين، وان هي بتشوف ان في ديسشارج موجود من الضوافر، وان الضفر بيطلع ويطلع مكانه ضفر تاني، ونفس الضفر التاني برضه بيبقى واخد نفس الليجن ونفس البين اللي موجود في الضفر. احنا بقى لما نيجي نعمل اكزامينيشن هنبص نلاقي معظم الضوافر هنلاقي فيه البروكسيمال نيل فول اللي هو الجزء اللي محوط بالضفر من ورا ده، هنلاقيه هيبقى ايديمتس وإريسيمتس وانفلين. وطبعا ده كده لو انا ضغطت عليه كده بيوجع. دلوقتي مش بيوجع، لكن كان في فتره بيوجع. كده بيوم او اثنين او ثلاثه. كان قبل كده بيوجع. لما كان اكيوت كان بيوجعها، لكن هو دلوقتي بقى كرونيك، يعني معظم ال هنا الليجن، معظم النيل فولد هنا بنلاقيها ايديمتس ولاقيها ارسيمتس وانفليم. ودينا الصبع الثاني كده. هنا شايفين؟ ده الليجن. طيب يبقى انا هنا تمام. هنا في بين وفي انفلاميشن وفي لوس. هنا لو بصينا هنلاقي في ايه؟ لوس اوف ذا كيوتيكل. الكيوتيكل اللي هي الغشاء الرفيع اللي بيبقى موجود بين النيل فولد وبين النيل بلين. الغشاء الرفيع ده لوس. فبيبقى حصل ايه؟ حصل كان في بوكيت هنا، في جيل بين النيل بليت وبين النيل فولد. البوكيت ده بيدخل منه كل الميه مثلا والهويه بتعمل حاجه فيها دقيق او نشا بتدخله، فده بتبقى ميديا كويسه جدا لنمو الكانديدا. فعشان كده بيحصل اللي هي الحاجه اللي اسمها كانديدا بارونيكيا. بلاقي اللي هو الانفلاميشن والسويلنج اللي هو اللي موجود في النيل فولد، ومعاه بعد كده لما بيبقى كرونيك بيرجع يحصل افكشن في النيل بليت نفسه. يبقى اقول ان في كانديدا بارونيكيا وفي اونيكيا موجوده في النيل بليت. طيب هل ده بس اللي موجود عندي في الحاله دي؟ لا، هو مش بس عندها كانديدا البارونيكيا بس، ده هي كمان عندها في كمان كانديدا انتر ديجيتال كانديدايسيس زي ما انتم شايفين بين الصوابع. الليجن اللي بين الصوابع فيه ريسيما وفي ديسكوميشن، يعني الجلد تحس ان هو جزء منه بدا يتقشر. وفي طبعا اكيد في اتشنج. هنا في هرش شويه في الحته دي؟ هرش طبعا. في هرش بين يبقى بين صوابعها كمان في كانديدال في انتر ديجيتال كانديدايسيس. في كده بس؟ لا، كمان في كمان هرش
ماشي يا حمد. كمان في اونيكومايكوزيس. طيب ليه قلنا ان في اونيكومايكوزيس؟ لان لو بصينا على الصبع ده هنلاقي ان النيل فولد لسه سليم تماما، الكيوتيكل سليمه تماما لسه ما هياش ديستربد ولا اي حاجه، لكن لقينا ان النيل بليت اتغير من عند اللي هو اللاترال اسبكت والديستال اسبكت، والكلر بتاعه بقى جرينش كلر وبدا يحصل اونيكولايسيس. يبقى هنا في عندها الاثنين، عندها كانديدا البارونيكيا وعندها اونيكومايكوزيس. الكانديدا البارونيكيا سببها الكانديدا والاونيكومايكوزيس سببه درماتوفايت. معظم ضوافرها هلاقي معظمها فيها كده، هلاقي في كانديدا البارونيكيا والاقي الاطراف برضو فيها اونيكومايكوزيس. هنا ممكن يكون ده بس بسبب الكانديدا البارونيكيا، لكن اما ابتدي اشك ان الحاله فيها كانديدا البارونيكيا ومعها اونيكومايكوزيس، يبقى في الحاله دي لما اجي اعالج المفروض ان انا اعالج بحاجه تعالج الاثنين مع بعض، تعالج لي الكانديدا البارونيكيا وتعالج الاونيكومايكوزيس مع بعض. طيب ايه الديفرنشال دياجنوستس هنا؟ لو انا عندي الكانديدا البارونيكيا بس هقول الديفرنشال دياجنوستس كمان الاونيكومايكوزيس، واقول ان الاونيكومايكوزيس بيبقى فيها افكشن بالديستال اند لاترال اسبكت اوف ذا نيل ويز تشينج اوف كلر اند اونيكولايسيس، وده ما بيبقاش موجود في الكانديدا البارونيكيا، لكن هنا هو موجود. يبقى انا عندي الاثنين، عندي الكانديدا البارونيكيا وعندي الاونيكومايكوزيس. طيب ايه الديفرنشال دياجنوستس كمان؟ النيل سورايسيس. النيل سورايسيس بتبقى فيها ايه؟ ممكن الاقي نيل بيتنج اللي هو التنقيط اللي بيبقى موجود في النيل، او ممكن الاقي فيه سب انجوال كيراتوزيس اللي هو فيه حتت من الكيراتين موجوده تحت الضافر، او الاقي فيه يلوش ديسكالوريشن، او الاقي برضه اونيكولايسيس. وفي بعض حالات لما بيكون بس الاونيكولايسيس هو اللي موجود، ساعات ما بعرفش افرق بين السورايسيس وبين سورايتيك نيل وبين الاونيكومايكوزيس الا اذا كان عندي سورايسيس في الجسم. لو ما عنديش سورايسيس في الجسم بضطر اعمل كلشر وببقى فعلا عندي مشكله كبيره ان انا افرق بينهم. كمان اللايكن اللي بيجي فيه النيل، بس ده بيبقى عباره اكتر عن لونجيتيودنال استريشن وعن وبيبقى فيه كمان تريشن. طيب هنا بقى اعالجها ازاي؟ في الكانديدا البارونيكيا ممكن اعالج بس التوبيكال انتي فانجر، لكن طالما انا شاكه ان انا كمان عندي اونيكومايكوزيس يبقى هنا لازم كمان استخدم حاجه يعني لازم استخدم حاجه سيستميك، لان زي ما قلنا الاونيكومايكوزيس ما ينفعش اعالج حاجه توبيكال بس. طب ايه بقى الحاجه اللي تنفع للاونيكومايكوزيس وتنفع في نفس الوقت للكانديدا البارونيكيا؟ الجريزوفالفين ما بيشتغلش على الكانديدا، الدربنافين ما بيشتغلش على الكانديدا. ايه هما الاثنين اللي بيشتغلوا على الكانديدا؟ الاتراكونازول والفلوكونازول. بس طبعا الفلوكونازول بيبقى كل اسبوع وقصه كده، يعني هتبقى في الاونيكومايكوزيس مش هيبقى افكتيف. ففي الحاله دي المفروض الايديال تريتمنت عندي ان انا ادي الكورس بتاع الاتراكونازول، ان انا اساسا بديه فعلاج الاونيكومايكوزيس هيشتغل على الدرماتوفايت وهيشتغل على الكانديدا البارونيكيا. وطبعا لازم ادي حاجه توبيكال للكانديدا الانترترايكو اللي هي اللي موجوده عندي، او الكانديدا او الانتر ديجيتال كانديدايسيس اللي هي موجوده عندي بين الصبعين والمرتين. دي بالنسبه للحاله بتاعتنا. يبقى الحاله دي عباره عن كانديدا البارونيكيا ومعاها اونيكومايكوزيس ومعاها انتر ديجيتال كانديدايسيس. دي حاله ثانيه هنشوفها دلوقتي ونشوف الهيستوري بتاعها. انت عندك كام سنه؟ طيب انت ايديكي بتتخرج منك كتير ولا حاجه؟ طب في حد في العيله عنده زي كده؟ امي كان عندها امي 50 دي فيها. طيب اخواتك عندهم؟ مفيش غير انت بس. كان بيجي لك متكرر عليكي قبل كده من زمان؟ من امتى؟ من انت عندك كام سنه؟ على سنين ده من سنتين ولا من سنتين ولا من سنتين، تعرفت ثلاث مرات على مدار سنين يعني. يعني هي كل شويه بيجي لها زي كده. طب انت ايه شكوتك من ده؟ يعني انت جايه لي يعني مضايقك فين؟ ايوه ليه؟ عشان ماضيه. تمام، وشكلها طبعا مضايق. ماشي، يبقى هنا السيمبتومز هي. طيب هي بتوجعك بتبرشك اي حاجه؟ ساعات بتبرشك؟ بس هي في واحدة عندك في كتفك هي اللي بتبرش. يبقى في سلايد اتشنج على الليجن اللي هي اللي موجودة على الكتف، لكن دي تعتبر اسمبتوم.
طيب مش حدث. لما نيجي احنا بقى نوصف الليجر نقول ان هي عباره عن بابيول سكين كولورد هي رف سيرفيس، يبقى هي عباره عن بابيول سكين كولورد رف سيرفيس. بابيول طبعا لان هي حاجه اليفيتد واقل من نص سنتي، وده اللي انا بقول عليه البرايمري ليجن اوف ذا وورت. يبقى البابيول هو البرايمري ليجن اوف ذا وورت، يبقى ده وورت. طيب ده اي نوع من الوورت؟ احنا عندنا في انواع كتيره من الوورت. لما تبقى بابيول واليفيتد والسيرفيس بتاعها رف سيرفيس ومينلي موجوده على الدورز الاسود توف ذا هاند، يبقى ده اللي هو الكومن وورت. وزي ما قلنا او البروكا فالجارس اللي هو الشائع، الكومن وورت او البروكا فالجارس اللي هي الحاجه الشائعه اللي هي دايما اكتر حاجه بتبقى موجوده. طيب الليجن موجوده فين؟ موجوده حوالين النيل، يعني الليجن موجود حوالين النيل. يبقى هنا لما اجي اشيلها يبقى البيست تريتمنت هنا الالكتروكوتري يبقى كونترا انديكيتد، لان انا ممكن اذي الماتريكس بتاع النيل واعمل مشكله في النيل. يبقى هنا البيست تريتمنت ممكن اعمل كرايوثيرابي، ممكن اعمل كيميكال كوتري، وهي الحمد لله مش كتيره ولا حاجه، مش هحتاج ان انا اعمل لها اميونوثيرابي. يعني انا جاست ان انا اعمل كرايوثيرابي او الكتروكوتري بالنسبه للحاله دي هتبقى ان شاء الله كيوراتيف. يبقى ده حاله كومن وورد موجوده على الدورز الاسفل توف ذا هاند على الصم حوالين النيل، فالبيست تريتمنت هنا كرايوثيرابي او اعمل لها كيميكال كوتري. ده الحاله بتاعتنا. لو انتم ملاحظين هتلاقوا في ليجن صغيره قوي موجوده غير سمول بابلوز موجوده على الفيس. انت اسمك ايه حبيبي؟ علي. علي علي ماشي يا حبيبي. انت عندك كام سنه يا علي؟ 11 سنه. ماشي يا علي. انت في سنه كام؟ في سنه 5. طيب يا حبيبي قول لي بقى، انت في حد في حياتك نيت عنده حاجات زي دي؟ في حد من قاعدين جنبك في الفصل؟ مفيش حد خالص. يعني انت لوحدك اللي جالك الحاجه دي؟ طب انت لاحظتها بقالك قد ايه؟ من الصيف اللي فات. من الصيف اللي فات؟ طيب انت خدت لها علاج قبل كده ورجعت تاني ولا ما خدتش علاج خالص؟ انت اللي لاحظتها ولا والدتك اللي لاحظتها؟ لا انت اللي لاحظتها اول واحد. هي فاتحه حبايه ومنتشره. انت كنت بترش فيها من لقيتها تنتشر؟ طيب هي تعبك في ايه يا عادي؟ هي ما بتوجعنيش بس هي انت لاحظت ان في حاجه غريبه وخلاص، لكن لا بتوجعك ولا حتى فيها هرش جامد حكه جامده ولا اي حاجه، مش كده؟ يعني هي بس انت لقيت بس في حبوب قاعده بتزيد في وشك، فانت بقى قلت لمامتك ان انت عندك حبوب، صح؟ طب انت دورت في جسمك كله ما لقيتش حاجه ولا ما دورتش؟ لا انا مالي في جسمي الحته دي. مفيش غير الحته دي. ماشي. يبقى ده كده يا جماعه، يبقى هنا الليجن ده عباره عن مالتيبل سمول بابيولز موجودة على الفور هيد، كلها مالتيبل سمول بابيولز موجودة على الفور هيد. البابيولز كلها فلات توب. أنا لو حسيتها سمول سيرفيس، يعني أنا بحسها بالجلافز هي سمول سيرفيس. السيمتومز عنده أسيمتوماتيك برضه زي الحالة اللي فاتت أسيمتوماتيك، هو ما بيشتكيش من حاجة، هو لاحظ إن في حاجة غريبة في وشه، يعني لاحظ إن في حبوب طالعة في وشه فبدا يستنى شويه ان هي بتنتشر بتزيد، فبدا يوجه نظر مامته ان في حبوب طالعه في وشه. طب انا لما اجي اوصفها اقول ان هي مالتيبل سمول بابيولز وذ سمول سيرفيس اند فلات توب. فلات توب يعني نايمه على السطح كده، ما هياش بونت شيبت، ما هياش طالعه زي القبه، لكن كلها نايمه على السطح. يبقى عندي الدايجنوزس هنا اقول ايه والكلر بتاعها ايه؟ هي تقريبا سكين كلر او سلايتلي لايتر، افتح شويه من لون الجلد. الدايجنوزس عندي هنا اقول ايه؟ دي بلين وورت، وده الكومن سايت بتاع البلين وورت، وده الكومن ايج بتاع البلين وورت. طبعا في اكسبشن، يعني ممكن بلين وورت يجي في ناس كبار، ممكن ما يجيش على الفيس، ممكن يجي على الترنك، ممكن يجي على الهاند، لكن ده الكومن سايت. الكومن سايت ان انا الاقيه على الفيس، الاقيه موجود على الفور هيد، الاقيه موجود في التشيلدرن، ده الكومن سايت بتاع البلين وورت. تمام؟ يبقى ده دلوقتي حالة بلين وورت. طيب وانا بفحصه لاحظت ان في حاجة كمان. دور كده يا حبيبي. شايفين الليجن دي؟ انتوا خدتوا في الالوبيشيا، الالوبيشيا عندكم اللي هي في لوس اوف هير، واللوس اوف هير في تو تايبس اوف لوس اوف هير. في سكارينج الوبيشيا او سكاتريشال الوبيشيا، في نون سكاتريشال الوبيشيا.
والتو تايبس في منهم سيركمسكرايب وديفيوز. طيب ده يعتبر سيركمسكرايب، هل هو سكارينج ولا لا سكارينج؟ لا هو سكارينج، ده ما فيش فيه خالص هير فوليكل. حتى انتوا عندكم في المفروض اكزامينشن بال، يعني عارفين ان في جهاز اسمه درموسكوب، لما جينا نبص عليه بالدرموسكوب، طبعا مش مطلوب منكم الدرموسكوب تشوفوا بيه بس شكل الدرموسكوب، انا بصيت بالدرموسكوب ببص ما لقيتش فيه خالص هير فوليكل، كلها عباره عن سكارينج. طيب طبعا هنا لازم ناخد الهيستوري، الهيستوري هنا ايه اللي وقع عليك يا حبيبي هنا بتقول؟ سلم حديد وقع على راسه، فتح راسه. احنا قلنا من ضمن اسباب السكارينج الوبيشيا البيرن التروما، ده في الحاجات اللي هي اللي هي اكسترنال، يعني في حرق في تروما في حاجه. في ديزيزز بقى ممكن تعمل سكارينج الوبيشيا زي مثلا الانفكشن زي السيفلس زي الكيريوم زي الفيفس، كل دول ممكن يعملوا سكارينج الوبيشيا. في حاجات ديزيزز نون انفكشوس زي السكويد لوبس اريسماتوزس زي اللايكن بلانوفايلاريس، كل دول ممكن يعملوا سكارينج الوبيشيا. يبقى هنا انا عندي في سكارينج الوبيشيا نتيجه لتروما، يبقى في عنده برين وورد وعنده سكارينج الوبيشيا. السكارينج الوبيشيا دلوقتي ده مش موضوعي لان ده ملوش علاج عندي، علاجه هيبقى حاجه تجميليه مثلا المفروض ان هو يعمل كوزموتيك سيرجري او اي حاجه، انما بالنسبه للبرين وورد ده علاجه عندي لما يكون عندي مالتيبل ليجن وموجوده كلها على الفورهيد. يبقى الفيرست تريتمنت اللي انا المفروض اديه هو ايه؟ اول حاجه المفروض ان البين وورد ده حاجه ممكن مكتوب في الكتب ان هي ممكن يحصل لها سبونتينيوس ريزولوشن، فالمفروض ان انا ما اديلوش حاجه تسيب له سكار وتشوه له وشه، فالمفروض ان انا ادي حاجه حتى لو هتطول شويه بس ما يحصلش فيها مشكله. زي ايه؟ مثلا التوبيكال ريتينوليك اسيد اول حاجه بديها في المالتيبل بلين وورد اللي بتبقى موجوده على الفورهيد اللي هي توبيكال ريتينوليك اسيد، دي حاجه. طيب ممكن اعمل كرايوثيرابي؟ ممكن، ولو انه مش مستحب قوي لانه ممكن بيسيب هايبوبيجمنتيشن، وخصوصا ان الليجن كلها جنب بعضها، فمش مستحب قوي ان انا اعمل كرايوثيرابي. لو الكتروكوتري ببروب صغيره واختار الليجن بعيد عن بعضها شويه وابقى فيري سوبرفيشال برضه ممكن، لكن الصراحه افضل حاجه واول حاجه المفروض ان انا استخدمها وافضل ماشي عليها فتره لحد ما الليجن يحصل له سبونتينيوس ريزوليوشن او يحصل له تريتمنت مع التوبيكال هو التوبيكال ريتينوليك اسيد. يبقى ده تاني الحاله اللي احنا شفناها اللي هي حاله الورت اللي هو البلين وورت. بصوا على الليجن كويس تاني علشان تبقوا فاكرين حاله البلين وورت. ده بلين وورت. ان شاء الله النهارده بقى دلوقتي باذن الله الحاله دي اللي هي حاله سورايسز فالجاريس، وزي ما قلت لكم قبل كده كلمه فالجاريس يعني الشائعه اللي هي الموست كومن، ده اشهر حاجه في حالات السورايسز. لما نيجي نبص على السورايسز فالجاريس الاول هناخد الهيستوري من العيان. انت عندك كام سنه؟ عندك 2 سنين. طب انت كنت بتشتغل ايه؟ انا كنت في العام الاول من يعني بعد الحربين، يعني بعد 68 و73 يعني. طب انتوا في حد في العيله عندكم عنده صدفيه؟ لا مش عدوى، حد في عيلتك يعني ولاد خالك اعمامك خلانك؟ مفيش اي حد خالص عنده صدفيه؟ مفيش حد خالص. طب انت كنت زعلت وبعدين ظهر بعدها صدفيه؟ ما حصلش مشكله في البيت ولا حاجه حد جاب عنها صدفيه؟ لا ولا اي حاجه. ما حصلش اي حاجه، جت لوحدها كده. كنا
وهذا شايفين اللي دروس الحديد والبنيني مضار ثاني مرة وهذا هو الدروس كنت بيالي بس بعد ذلك هو ما خدت ايه يعني؟ خدت عليك ايه؟ بقى مراهن وكده؟ أول ما لقيت الحساء النور كان يكون اليساء تعقل 90 يوم سنوزي تجازون هو زي الاسترسين كده بس القديم بتاعه القديم بتاع الاسترسين تمام الحاجة طب الصلافية دي شكوتك منها ايه؟ يعني فيها كلام فيها وجع فيها حاجة فيها ايه بقى؟ فيها كلام فيها كلام في الجسم طيب انت في اي وجع في مفصلك او حاجة؟ في ركبك بس اصل ركبك دي ممكن تكون خشون عادي اللي بتيجي في السن الكبير لكن ما كانش فيه في مفاصل ايدك وانت صغير او في تعانك او كده مولود كده لكن ما فيش ما كانش فيه في مفاصل ايديك وجع ولا حاجه ما فيش حاجه طيب ماشي طيب هنبدا بقى نشوف الليجن دلوقتي لما نيجي برضه نقول البرايمري ليجن اوسترايسن هو الفاكيو لان هي مش هتبتدي بليد كده على طول هي بتبتدي حاجه صغيره بابيول صغيره بعد كده تكبر وتتحول لبليد يعني زي ايه؟ زي دي كده بابيول دي بابيول دي بابيول انما دول بليد طب اما نيجي نوصف الليجن اللي هو عباره عن ويل ديفايند برضه بتترسم بيرسيمتس اللي هي اللون بتاعها سن بينك اسيما وعليها سيلفري وايت سكيز شايفين السكيز اللي عليها سيلفري وايت وايزلي ديتشت اول ما بفرشها السكيلز بتنزل على طول لو كملت هاش شويه بزياده شويه هيحصل ايه الراجل قال اهو لو كملت هاش يحصل ايه يجيب دم يحصل اوسبت ساين يحصل بوست اوسبت فعلا حصلت اهي بدا يحصل النقطه دي اللي هي بليدنج بوينت ده بس بنورمال اوف ستريس ان انا لما بكمل سكراتشنج يبتدي يحصل لي اللي هو البوست اوسبت ساين او اللي هو يحصل بليدنج بوينت طبعا انا مش عايزه اكمل اكتر من كده عشان ما يحصلش سيفير طب انت لو اتخبطت في مكان بيحصل في حاجه يعني لو اتخبطت في مكان بعدها باسبوعين كده تلاقي حصل في حاجه ما يجيش فيه صدفيه ولا حاجه في المكان اللي انت اتخبطت فيه لا يعني ما بتتخبطش ما بتتخبطش كتير اصلا يعني طيب الليجن بقى موجود اكستنسيف ستريس عشان كده البيشنت ده مش على علاجات كتير منها السيستميك تريتمنت يعني لو انتوا سمعتوا الهيستوري بتاعه هتلاقوا ان هو خد ميستروسين خد سايكلوسبونين خد استرتين والليجن والحاجات دي ما بنديهاش الا في السيفير سترايسز او كمان بنديها في ال في بقى الاريسترودرمال سترايسز والاستروباسك سترايسز والاريسترودرمال سترايس هو يعتبر سيفير سترايس لان البليكس فيري اكستنسيف واخده جسم كله قوم كده حاجه لما اشوف ظهرك اتطور كده شايفين البليكس بتاعت السترايسز very extensive plaques stress كلها plaques و erysematous وعليها السكيز حتى السكيز فيه النقط بتاعه البليدنج بوينت موجوده نتيجه اللي هو السكراتشنج اللي البيشنت بيعمل رجليه من تحت برده مليانه ليجنز بتاعت سترايسز كل رجليه فيها سترايسز تحسوا ان الجسم ينزل السكيز اللي هي بتبقى عامله زي بقى يا حبيبتي طيب لما يجينا حمل سترايسس كمان المفروض ندور على ايه؟ نبص على السكالب السكالب هنا ما فيش فيها سكيلز يعني يعني بسيط قوي ما تعتبرش ان هو سترايسس لكن هنا انت ده حاجه ورا ودنك ولا ايه؟ هو تقريبا في ليجن ورا الودان فهو ده المرهم وفي ليجن جوه الودن كمان شايفين السكيلز اللي هنا اللي موجوده في ودنه في سكيلز في ودنه في بقى في الضوافر هنا نبص على النيلز لان في نيل بتنج يعني مش عارفه هي واضحه ولا لا بس تحسوا باينه تمام هنلاقي في نيل بتنج
ان هو شكل الضوافر نفسها في تنقيط، زائد بقى كمان ان في هنا بدا يحصل كمان اللي هو الاوريكولايسيس، وده اللي قلت لكم في الحاله اللي فاتت او اللي قبلها ان انا بفرقهم عن الاونيكومايكوزيس. الاوليكولايسيس بيحصل في السورايسيس وبيحصل في الاونيكومايكوزيس في الاثنين. طب ليه هنا انا قلت ان ده سورايسيس؟ عشان البيشنت اساسا عنده سورايسيس، فهو كل الليجن عنده سورايتك نيم، عنده بيتنج، وعنده كمان اونيكومايكوزيس اللي هو سيباريشن اوف ذا نيم بليت فروم النيل بل. يبقى البيشنت عنده بليك سورايسيس وعنده نيل سورايسيس وفي فليكشرال سورايسيس اللي هو ورا ودنه. انت عندك كمان في تحت بطاطك او بين رجليك او كده ولا ما فيش؟ بطنك فين؟ شايفين البليكس اللي على الابيوتز؟ عنده بليكس على الابدومن وفي الفلانك، وتدور كده حتى في كمان في الفلانك هنا. طبعا في الكلاسيك سايد في الالبو، ركبك فيها كمان مش كده؟ ماشي خلاص. لكن هنا البطن ما فيش فيها حاجه، ورجليك من تحت ما فيهاش حاجه برضه مش كده؟ ما فيش حاجه تمام. لكن بس هو من هنا خلاص. يبقى ده حاله اكستنسيف سورايسيس فالجاريس. اعالجها ازاي؟ انا لو عندي سورايسيس فالجاريس عاديه يعني كم بليك كده او بابيول، ممكن اقول توبيكال او توبيكال استرويد او توبيكال كالسيبوتريول، توبيكال ساليسيليك اسيد، توبيكال تار، توبيكال انسرالين. لكن الحقيقه في الحاله اللي زي دي انا مش هقدر ادي توبيكال على كل الجسم ده كله، لان لو اديت توبيكال استرويد على كل الاماكن دي كاني بالظبط بديله سيستميك استرويد، لان هيحصل سيستميك ابزوربشن. يبقى في الحاله دي المفروض ان انا ابتدي سيستميك تريتمنت. السيستميك تريتمنت زي ما هو البيشنت قال، او قبل السيستميك تريتمنت ممكن ادي الفوتو ثيرابي اللي هو النارو باند يو في بي. انت ماشي على جلسات دلوقتي بقى بس ما انت هتطلع. يبقى ممكن نديله نجرب معاه الجلسات علشان برضو الاولد ايج ما يبقاش فيه بيردن على الليفر او على الكدني. فنجرب الجلسات النارو باند الترا فايلوت بي، وده اقلهم في السايد افكت او تقريبا ملهاش تقريبا سايد افكت الا في بره بيبقى بيخافوا من السكين كولر ان هي ممكن تعمل سكين كانسر. لكن عندنا يعني الحمد لله ما فيش المشكله دي، فالعيان ممكن عادي جدا ان هو ياخد النارو باند فور لونج تايم. وبعد كده ممكن ادي جلسات الكوفا اللي هو السولارين مع الالترا فايلوت بي. والفرق بينهم ان السولارين بياخد الراس وبعدها بساعتين بتعرض للالترا فايلوت بي. بعد كده بقى ممكن ادي النيستروكسيد، السايكروسبورين، الاستريتين اللي هو كان خدهم قبل كده، والنيو تريتمنت اللي هو البيولوجيكال تريتمنت. لكن طبعا فيري اكسبنسيف ومش اي عيان عندنا في مصر بيقدر ياخده. ولازم طبعا يبقى له برضه كرايتيريا معينه ان العيان مثلا ما استجابش على الحاجات التراديشنال عشان ان انا اقدر اديله البيولوجيكال ثيرابي. يبقى ده كانت حاله السورايسيس. معانا حالة تانية برضه سورايسيس، بس البرزنتيشن بتاعها مختلف عن الحالة اللي فاتت. سبعة وثلاثين سنة. طيب انت بتشتغل اوكي بتشتغل ايه؟ صور. طيب انت في حد في العيلة عنده زيك؟ لا طبعا. ولا في عيلة مامتك ولا عيلة باباك ولا أي حد خالص؟ مفيش حد خالص. مفيش أي حد. طيب الحالة دي بقالها قد ايه عندك؟ بالنسبة لي الأماكن الثانية، في أي أماكن ثانية ظهر فيها؟ في ربتين، ظهر، أول حاجة جميلة، أول حاجة
بصي هي دي بدات تنتشر كلها ومش طب حاليا دي في ركبك ولا ماشي؟ في كعامك؟ لكن ما ظهرش في بطنك ولا ظهرك؟ يعني هما كعامك وركبك والديك والبيت فقط لا تمام. طب شكوتك الرئيسية ايه؟ يعني ايه اللي مضايقك قوي في الموضوع ده؟ الجاية وإيديا وراسي بتحس فيهم بإيه؟ ألم. أنا ساعات ممكن أبقى نايم بالليل بقوم ألاقي عوض بقى بقعد أحكي في أي حاجة زادت في أي حاجة يعني في كمان كلام شديد جدا كلام وألم شديد وألم اه ممكن أقوم بالليل ألاقي سخنة سخنة وراني أرفعها على النار ماشي بقعد أفك فيها كده عشان تضغط وبقى لو بسقف المية لما بقى سقف المية بحس ان المايه بتوجع في ايدي يعني بحس ان زي ممكن الارض وتنشف وراسك بقى شكله وراسي برضك انا بحاول احط كريم اي كريم عشان حتى يشيل الاشل مسبب لك حاجه برضه اه بقعد اقعد شديد فيه وممكن اعور الحته دي بالذات في المنطقه دي ممكن توريني في السكوع ده دلوقتي؟ يبقى عندنا هنا ليجن برضه في ليجن اللي هي كلاسيك ترايسيس دي موجوده في العام في الكبد يعني هنكتفي بالليجن اللي موجوده في الكوع ده برضه في فيها ويل ديفاين وسيمتس اللي وصلت من بينك الرسيمة وعليها السيلفر وايت سكيلز برضه لو عملنا ستريتشنج هنلاقي برضه شايفين السكيلز قاعده بتنزل وتزيد ولو زودت قوي في السكريتشنج هيحصل اللي هو البليدنج بوينت اللي هو البوست الاوسمنت ساين تمام يبقى ده اللي هو التيبيكال ليجن اوف سترايس معانا ايه الاصل عنده مش التيبيكال بليك سترايس لكن الاصل عنده ان هو عنده بالمو بلانتر سترايس بالمو بلانتر سترايس وزي ما قلنا في المحاضره مشكله البالمو بلانتر سترايس ان البالم اصلا الجلد بتاع البالم سك يعني الجلد جلدنا في ايدينا وفي رجلينا من تحت اساسا سك فلما يجي عليه سورايس اللي هي اساسا فيها هايبركراتوزس فيحصل مور هايبركراتوزس مور سيكلي الاقي الجلد بقى ناشف جدا 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 ويبتدي يحصل فيه هايبركراتوزس ويحصل فيه فشري شايفين الفشر اللي موجوده دي هنا بدا يحصل فشري وممكن يحصل بليدنج وطبعا يبقى معاه سيفير بين ومعاه اتشنج والعيان كمان بيشتغل سواق يجي يمسك البتاع طبعا مؤذيه جدا للاسنان يعني هنا هلاقي فيه هايبركراتوتيك ليجن برضه احيانا بتبقى ويل ديفاين وفيها اريسيما والاقي في فيشن اللي موجود في ايده وفي الايده الثانيه نفس الايده الثانيه في هايبركراتوتيك ليجن موجوده في ايده كلها وطبعا في سكيلز بس السكيلز هنا بتبقى سك وبتبقى شويه بتلاقيها عشان الهايبركراتوزس تلاقيها مش سهله ان هي تبقى رموت زي السكيلز اللي بتبقى موجوده على السكين العادي والاقي كله فيه فشل كل عند هنا عند المفاصل كده هلاقي فيه فشل في الموجود طب انت عندك اي وجع في المفاصل دي؟ اه في وجع؟ عندي ضغط يعني في المفاصل دي بتوجع؟ لا الوجع هنا لما تيجي تقفل ايدك وتفتح الوجع في ايدي لما بقفل ايدي بحس ان هي مشدوده ايوه يبقى هنا البين مش ارثرايتس ولا ارثرالجيا ده هنا البين نتيجه شده الجلد عشان ده الجلد عامل زي المشمع المشدود فيجي يفتحه ويقفله بتشق منه فيعمل بين لكن مفيش مثلا ارثرايتس مش معاه ارثرايتس ولا ارثرالجيا يبقى ده اول حاجه اللي هو البالمر سترايسز اللي هو موجود في العيان طب نيجي بقى نبص كمان على النيل هنلاقي طبعا في نيل تشينجز واضحه جدا في ليجن طبعا موجود على الدورسال اسبكت لكن النيل بقى في نيل تشينجز واضحه هلاقي في فيتنج موجود دي حاجه هي مش المفروض ان هي تكون موجوده في السترايسز اللي هو البوز لاين البوز لاين اللي هو الاقي الضفر كانه مشقوق كده يعني كان في خط فاصل كده ده الصراحه مش من ضمن المانيفستيشن بتاعت السورياتيك نيل يعني او نيل سورايس لكن هو هنا موجود لكن اللي هو البيتنج اوف ذا نيل والتشينج في التكتشر بتاع النيل لا ده موجود في حاله السورايسز اللي هي معانا او اللي هو السورياتيك نيل ورينا رجلي كده رجلي واحده كده طلعها حطها على الترابيزه
شايفين بقى الفوط عامله ازاي في سيفير هايبركراتوس يعني فيري اكستنسيف هايبركراتوس. هو الابيض ده كان حاطط انت كنت حاطط دهان ولازق ولازق عليه، لكن هو القصه كلها شايفين الفشري والهايبركراتوسس عامل زي المشمع المشدود كله عباره عن هايبركراتوتيك ليجن اللي هو واخد اللي هو الهيلو شكلا وفي فشري وفي سيفير بي الوريه اللي واقف رجلك كده حط رجلك كده يعني مش ما فيهاش التشينج قوي زي الضوافر الجديده يعني الضوافر الجديده طبعا صام ستيل نورمال في ليجن موجوده هنا على مكان ما تفتي رجلك عشان الصام فيها بقى بليك اوف سرايسس نزلت لك كده في بقى موجود هنا عند السكان لو الليجن ده واضحه شايفين القشره اللي في النص دي يعني ممكن هنا نورمال ورا نورمال والحته دي هي اللي فيها السكيلز البيضه اللي موجوده دي ده اللي هو سرايتك سكان هنا مش فيري اكستنسيف ما نقولش عليها بليز ما فيش لكن نقول ان هي سكيلز ديو تو سرايسس لكن ما نقولش برضه عليها دندرف الدندرف بتاع السيبريك ده بس تبقى ديفيوز واخده كل السكان لكن دي موجوده بس في مكان معين ولو انا برضه قعدت اعمل لها ستراتشنج الاقيها دراي تحت ايه ما هياش كريزي ده هو بس كمان ده هو دهن راسه كريم عشان يحاول يقللها شويه فهلاقيها دراي وماسكه في الجلد ماسكه في الجلد تحت ايدي مش بتطلع بسهوله برضه لو زودت في تحت هيبان في اوسكت سايد هيبتدي برضه يحصل بليدنج بوم يبقى هنا البيشنت بقى عنده طرم وطرم سترايسز عنده ليلي تشينجز اوف سترايسز عنده سكان سترايسز. طيب البيشنت ده بالنسبه للطرم بلانتر سترايسز ده بالنسبه للدفرنشال دايجنوزيس بتاع البالمو بلانتر سترايسز او البالمو بلانتر هايبركراتوزيس في الدفرنشال دايجنوزيس اول حاجه اللي هي الاكزما لان الاكزما ممكن برضه تعمل شويه هايبركراتوزيس في الهاند ومعاها الاتشنج بس طبعا مش هلاقي الاذر مانيفستيشن اوف سترايسز اللي هي موجوده في الاماكن الثانيه برضه الفانجس انفكشن الفانجس انفكشن اللي هو ممكن في الصور بالذات اللي هو سكيلي هايبركراتوتيك تينيابيتس لكن الحقيقه السكيلي هايبركراتوتيك تينيابيتس هلاقي دايما بين الصوابع كمان في تينيابيتس ومش هلاقي واخد اللي كله يعني مش هلاقي واخد الاثنين صور والاثنين بار مش هيبقى بالطريقه دي وكمان الاذر مانيفستيشن اوف سترايسز المفروض ان هي مش هتبقى موجوده يبقى ده الديفرنشال دايجنوزيس بتاع البالمو بلانتر سترايسز. طب ايه هو التريتمنت؟ بعالجهم زي ما بعالج السترايسز في الجالس برضه بالكوبيتال بس هنا بفضل ان هو بيبقى اندر اوكلوجن. اندر اوكلوجن يعني ايه؟ يعني بلبسه جوانتي بلاستيك زي اللي انا لابسه ده كده اقول للعيان اذهب وحط الجوانتي بلاستيك عشان اسهل الابسوربشن بتاع الادويه لان طبعا الهايبركراتوسيس ده بيبقى صعب ان هو يحصل ابسوربشن للمراهق فبدي برضه توبيكال ستيرويد توبيكال سبسيليك مهم جدا عشان يعمل ثيرابوليتيك توبيكال تلسيب الفريول والطار والامسترالين احيانا بضطر الجا لبعض السيستميك زي الميستروكسيد ده احيانا لما يكون خلاص البيشنت الليجن متعارض مع شغله يعني هو مش عارف يشتغل ما بيجيبش ريسبونس على التوبيكال ومتعارض مع شغله او ادي حاجه اسمها توبيكال بوفر يعني ادهن سولار في من السولار البيضاء ما ياخدوا اورا في منه دهان وعرضه لاجهزه الالترا فايلوت اي اللي هي بتبقى اجهزه صغيره بتبقى للايدين والرجلين بس كده تقريبا احنا خلصنا النهارده الفيديو بتاع النهارده وان شاء الله نتقابل تاني انا او غيري في فيديو تاني نوريكم بقى الاجهزه ازاي بتشتغل الكرايو ازاي الالكتروكوتري بيشتغل ازاي جهاز الكوبا سيرابي جهاز الالترا فايلوت بي وبالتوفيق ان شاء الله.